بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة التقويم وإعادة التأويل، وأسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وفي أتم الأحوال. أسأل الله تعالى أن يفتح لكم أبواب الخير دنيا وآخرة، ونسأله تعالى أن يحفظنا من شر الحاقدين ومن شر الظالمين ومن شر المنافقين ومن شر العائنين والحاسدين والساحرين ومن شر المدلسين وكل من يتاجر بهذا الدين. ونسأله تعالى أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. قولوا اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم 24 يناير من سنة 2024، وأحب أن أزيل مجموعة شبهات في هذه الحلقة لكي نسير. أحب أن أرد على أصحاب البدعة، وسيكون هذا آخر رد لكي نسير أيضا. وقبل هذا وذاك، أحب أن أجيب عن سؤال لأحد الإخوة يقول: وماذا عن مباراة المنتخب المغربي لكرة القدم ضد الجنوب إفريقي؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال، أقول: نحن في حرب ولسنا في بطولة كرة القدم. نحن في حرب سياسية دبلوماسية وغير ذلك. نعم، هذه الحقيقة أكدتها في توقعاتي التي كانت منذ زمن، حينما قلت المغرب سيعاني من التحكيم، المغرب سيعاني من مؤامرات مطبوخة في كواليس الظلام، حينما قلت المغرب سيعاني من الحسد والسحر. الحسد والسحر، الحسد عرفناه والسحر عرفناه، لكن حينما نعرف الآن كواليس الظلام، حينما نقف عند حقيقة هذه المؤامرات المطبوخة التي رآها الناس الآن، فعلا سمعتم عما وقع لمدرب المنتخب المغربي حينما عوقب ووقف لأربع مباريات؟ ماذا فعل هذا المدرب؟ استهداف المدرب المغربي إنما هو استهداف للمنتخب المغربي. يريدون توقيف مسيرة المنتخب المغربي لكرة القدم، لأنهم يعرفون قوته، يعرفون إمكانياته، فعلا يريدون أن يوقفوه بأي وسيلة. خفافيش الظلام بطبيعة الحال استغلوا يعني السلط، يعني سبحان الله، استغلوا السلطة، استغلوا النفوذ وغير ذلك من أجل توقيف مسيرة المنتخب المغربي. نعم، من أجل إيقاف مسيرة المنتخب الوطني لكرة القدم والتشويش عليه وفرض الضغط المعنوي. أغلبكم يركز على الجانب الرياضي فقط، لكن هناك جوانب أخرى لا تهتمون بها، لذلك أريد أن أضعكم في الصورة. فهناك أمور سياسية قانونية يستعملها أشخاص لهم نفوذ في الكاف من أجل مصالح بلدانهم. لأدخل وأتكلم عن الجانب القانوني، عن الجانب القانوني والدافع وراء هذا الاعتداء وإيقاف المدرب الوطني أربع مباريات. نعم، سمعتم في ما مضى الأيام الماضية تم توقيف المدرب الوطني أربع مباريات، يعني هذا معروف. وبعد ذلك تم تخفيض هذه العقوبة إلى ثلاث مباريات. يعني هل فهمتم الرسالة؟ المدرب الوطني مظلوم، لم يعمل أي شيء ولم يسمعوا له من أصل، هكذا مرة واحدة فرضت هذه العقوبات. لكن لماذا تم تخفيض
أو الحد من هذه العقوبات من 4 مباريات، توقيف 4 مباريات إلى 3 مباريات فقط. نعم، هنا التلاعب بالقانون. ولا بد أن نفهم أن في الكاف لجنة تأديبية، ورئيسها هو من جنوب إفريقيا، ومعهم الأعضاء من دول شتى في أفريقيا، من جزر قمر، من أنغولا، من بنين، من الكاميرون، من مالي، من بوركينا فاسو. قلت الرئيس من جنوب إفريقيا، ومعه أعضاء من بلدان شتى في أفريقيا. فالقانون يقول، أنا أتكلم هنا عن القانون المنظم للكاف، القانون المنظم للجنة العقوبات، حينما يقوم الرئيس بإيقاف مدرب ما 4 مباريات أو أكثر، يحق للأعضاء مناقشة الرئيس، يعني الأخذ والرد في الكلام، للاستماع للأطراف وهكذا. إذن هذا معروف، هذا قانون. لكن لو قام هذا الرئيس بفرض عقوبات على مدرب ما، مثلا 3، يعني تم توقيف مدرب ما 3 مباريات فقط، القانون هنا يقول لا يحق للأعضاء مناقشة الرئيس أو عمل جلسة أو مناقشة هذا الموضوع. لذلك يعني هذا الجنوب الإفريقي، رئيس اللجنة التأديبية حينما كثر عليه الكلام، وسبحان الله ماذا قام بتخفيض العقوبة من 4 إلى 3، ليس تخفيض وليس عطف أو غير ذلك من الكلام، لكن حتى يخرج من قانون إلى قانون، يخرج من قانون إلى قانون، يعني يخرج يهرب من يعني من يعني من تأثير الناس عليه. أراد الاستفراد بالقانون حتى لا يتكلم معه أحد. نعم، هذه هي حيلهم. رئيس اللجنة التأديبية الجنوب إفريقي، تعرفون لماذا فعل هذا؟ لأن هناك مقابلة مرتقبة بين المغرب وجنوب إفريقيا، هم يعلمون أن المغرب سيحتل الرتبة الأولى وسيلتقي مع جنوب إفريقيا. إذا لا بد من العمل، لا بد من التضييق على المغرب، لا بد من يعني من عزل المدرب على المنتخب، لا بد من التشويش، لا بد من الضغط. نعم، هذه أساليبهم. الموضوع مقروء. نعم، وضعتكم يعني وضعتكم في الإطار القانوني لما يجري. قلت أغلبكم يتابعون الرياضة لكن لا يهتمون بهذه الجوانب. الآن سبحان الله، يعني المختصين في القانون، يعني المؤثرين الآن يتكلمون، ونتكلم أيضا معهم ونرسل الرسالة حتى يزول هذا الضغط. أكتفي بهذا الشرح، فالرسالة وصلت، لأنتقل إلى موضوع آخر، وهو إزالة شبهة حول كلامي عن مباراة الجزائر ضد موريتانيا. هناك من يقول لماذا قلت يا محمد مجاهد الجزائر سوف تنتصر على موريتانيا؟ لقد تم تحوير كلامي تبعا لأهوائهم. نعم، هذه الحقيقة أحبابي الكرام، تم تحوير كلامي إلى اتجاه آخر. فحينما كنت أتكلم قلت وصلني، أنا لم أتكلم من رؤية ولم أتكلم من توقع، لكن قلت وصلني، وهذا الكلام كان هو موجود في السوشيال ميديا. نعم، وقد اشتكى منه مدرب المنتخب الموريتاني في الماضي، يعني قبل أن تجري الموزمبيق مباراتها ضد غانا. خلاص، الكل كان يقول أن موريتانيا خرجت لأنها انهزمت مباراته، وحتى الصحافة يعني كتبت أول بلد عربي يخرج من البطولة هو موريتانيا. إذن لذلك الصحافة الجزائرية فرضت ضغطا على المدرب الجزائري، ودخل في الموضوع شخصيات نافذة وأمور موجودة على السوشيال ميديا بالدليل. نعم، وهذه الصفقة كانت ستتم بالمدرب الموريتاني أو بدونه،
لولا أن المعادلة تغيرت بتعادل المزنبيق مع غانا. حينما تعادلت المزنبيق مع غانا كل شيء تغير، فدخلت موريتانيا من جديد إلى المنافسة، وسبحان الله ظهر من خلال الحسابات أن موريتانيا يمكنها أن تتأهل بمجرد فوزها على الجزائر، هو ما أعطى روح جديدة لموريتانيا. فسبحان الله، فكل الصفقات التي كانت سبحان الله الصفقات التي كانت معروضة أزيلت، فدخل المنتخب الموريتاني مع الجزائري في معركة من أجل التأهل. فازت موريتانيا وأخذت بطاقة العبور، وهذا فقط توضيح، وكلامي كلامي واضح وضوح الشمس، فأنا لم أتكلم من رؤية ولم أتكلم من توقع، وإنما قلت حسب ما وصلني. نعم، فهناك من يصطاد في الماء العكر. كلامي هذا واضح وضوح الشمس. وأنتقل إلى الشبهة الموالية. في أحد الحلقات الماضية عبرت رؤيا لأحد أصحاب البدع الذي أمر الناس بالاستغفار أكثر من 30,000 وقراءة البقرة 4 أو 5 أو 6 أو 7 مرات. قلنا هذه بدعة لأن فيها غلو، وشرحنا الموضوع في أكثر من حلقة على قناة أسرار غامضة. نعم، حينما عبرت هذه الرؤيا وصفني بأني صاحب مزاج، يعني أعبر الرؤى على المزاج. بطبيعة الحال أنا لا أتابع ما يقول، لكن الإخوة الكرام يعني أوصلوا لي الرسالة في بريدي الخاص. أخ من ألبانيا جزاه الله خيرا أرسل لي رسالة يقول: هذا الشخص صاحب البدعة يقول لك أنت صاحب مزاج، عبرت الرؤيا يعني الرؤيا التي فيها انتحار هذا الشخص، ويعني معنى الانتحار أو قرينة انتحار في الرؤيا عندها مدلول كما سأوضح مجددا في هذه الحلقة. هذا الشخص القليل الفهم الذي يفتقد إلى أبجديات اللغة العربية خرج إلى الناس ومعه رؤيا قد عبرتها له في يوم من الأيام. فهذه الرؤيا قلت له: الله سبحانه وتعالى سيطول في عمرك، يعني الله سبحانه وتعالى سيعطيك الأمن والاستقرار وطول العمر، يعني هذا ما يوجد في هذه الرؤيا، يعني وكأنه يريد أن يقول للناس سبحان الله يعني تأويلين متناقضين، وكأنه يريد أن يقول للناس سبحان الله هذا التأويل في واد وتأويل في واد آخر، فكيف في الرؤيا فيها انتحار وقد وصفته وقد عبرت له رؤيا في الماضي أن الله سبحانه وتعالى سيعطيه طول العمر. يعني سبحان الله هذا لا يفهم اللغة العربية ولا يفهم معنى الكلام ولا يفهم أي شيء. أولا أعود إلى الرؤيا. أولا سبحان الله، أو أولا يعني السؤال الذي نطرحه الآن: ما علاقة الانتحار بطول العمر؟ حتى ولو عبرت كلمة الانتحار بالانتحار وكأن شخص سيلف حبل على عنقه وسينتحر، ما علاقة هذا الموضوع أصلا بطول العمر؟ قد يعطيك الله سبحانه وتعالى طول العمر، قد تعيش 1000 سنة وتنتحر، قد تعيش 1,000,000 سنة وتنتحر، قد تعيش 70 سنة وتنتحر، قد تعيش 100 سنة وتنتحر، ما علاقة الانتحار بطول العمر؟ سبحان الله، يعني وكأن الناس لا تفهم اللغة العربية، وكأن الناس سبحان الله أصبحت تعيش في عالم سذاجة وغباء. نستمع الحلقة هاي موجودة الآن، نستمع لنص الرؤية أولا. الرؤية من بلاد مصر تقول: رأيت مثلا الناس عندهم هنايا لسه. لا، محمد رسول الله، عذرا أحبابي الكرام. بسم الله. لو تم عن محرز قلت هذا تحققات أهم فيه بعض. رأيت رؤيا حينما فتح
الرؤية من بلاد مصر، والرؤية هو يعرفها شخصيا، يعني الرؤية ليست من عندي أو من مصدر مجهول، الرؤية أصلا يعرفها. فلان قنته، تعمدت أن أشطب على الاسم. الهدف ليس هو مهاجمة الأشخاص بقدر ما نحب أن نرسل الرسائل. نعم، من باب الأدب والأخلاق الذي يقول عني مغرور، سبحان الله، وسأرد عليه في هذه الكلمة، كلمة مغرور. هدف الأساسي هو تأويل الرؤية وليس مهاجمة الأشخاص. وأدعوكم مجددا للاستماع إلى نص الرؤية مع التأويل لنرسل الرسالة لمن لم يفهم أبجديات اللغة العربية. نستمع للحلقة. داخل مستشفى كي نزور فلان الفلاني، لأنه انتحر وكان في حجرة مغلقة، وكان هناك امرأة شابة تجلس في الأرض، وانتظرنا قليلا ثم علمنا أنه مات. فجلست المرأة تقول: ليه كده يا فلان، ليه كده يا فلان؟ فقلت لها: ماذا حدث؟ قالت: أخذ الحبايات كلها وحاولوا ينقذوه لكن ما نفعش. ففهمت أنه لو كان أخذ عدد أقل من الحبايات هذا ممكن كانوا عرفوا ينقذوا. يعني كتبت الرؤية باللهجة البصرية تقريبا. المهم كان هذا هو نص الرؤية، ونبدأ في التأويل. أقول هذه الرؤية حق، أقول هذه الرؤية صادق. أول شيء، الرؤية مصرية ويعرفها جيدا، حتى لا يقول أننا كذبنا في الرؤية أو أتينا بالرؤية من مصدر مجهول. هو يعرف الرؤية ويعرف صدق هذه الرؤية، هذا أول شيء. وهذه الرؤية حق، والرؤية الحق هي جزء من 46 جزءا من النبوة. تقول: رأيت أني داخل مستشفى كي نزور فلان، لأنه انتحر وكان في حجرة مغلقة، وكان هناك امرأة شابة تجلس في الأرض. المرأة الشابة التي تجلس في الأرض كناية عن الدنيا. فالمرأة، نعم أحباب الكرام، هذا معروف وواضح، المرأة الشابة تدل على الدنيا. هل في هذا التأويل غرابة؟ هي الدنيا. نعم، المرأة كناية عن الدنيا. تقول: هناك امرأة شابة تجلس في الأرض، وانتظرنا قليلا ثم علمنا أنه مات. فجلست المرأة تقول: ليه كده يا فلان، ليه كده يا فلان. فقلت لها: ماذا حدث؟ قالت: أخذ الحبايات كلها. بمعنى الحبايات هنا في هذه الرؤية هي الأوراد الفلكية. فحينما، نعم قلت، معنى أخذ الحبايات مرة واحدة هي هذه الأوراد التي يخرجها للناس. استغفروا الله 30,000 مرة، استغفروا، يعني اقرأوا سورة البقرة 4, 5, 6, 7 مرات كل يوم. قلنا هذا فيه غلو وتشدد والدين يسر. شرحنا هذا الكلام في حلقات كثيرة في قناة الثانية، قناة أسرار غامضة. هذا واضح ومعروف، لم نأتي بأي كذب أو تضليل أو أي شيء. أخرج إلى الناس ونقول لهم: استغفروا الله ب30,000، هذا التشريع. بالرغم أن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة. والاستغفار مرتبط بالتوبة، الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن الذنوب والمعاصي وغير ذلك. التفكير في ماهية النفس، البحث عن الأخطاء وغير ذلك. لكن حينما نربط الاستغفار بالدولار، نعم هذه الأمور واقعية أحبابي الكرام. الاستغفار مرتبط بالتوبة، تستغفر لتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أمر الدنيا فرزقك مضمون. الله سبحانه وتعالى حينما خلقك وجعلك في هذه الأرض، وإلا ورزقك مضمون. لكن نجعل أوراد فلكية في الاستغفار، ونجعل ملصقات صغيرة الاستغفار، وأمامه صور الدولار لكي نستحمر بها عقول الناس. فهذه هي المرأة الشابة التي قلت عنها أنها دنيا. وذكرت بحديث الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا ما قلت. وماذا قلت عن لفظة الانتحار بالضبط؟ ربط الاستغفار بالدراهم لصحابي أن يجعل له الصلاة كلها الصلاة على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هناك التسابيح يعني، وحتى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تكلم عن الاستغفار في وقت السحر. الاستغفار مرتبط بالتوبة. حينما نقول للناس استغفروا الله بثلاثين ألف وأكثر، يقرأوا البقرة أربع أو سبع مرات كل يوم، هذا فيه غلو وتشدد. هذا هو معنى أخذ الحبايات كلها. وحتى لا أطيل في الكلام، تكلمت عن كيفية الاستغفار بطريقة صحيحة، تكلمت عن التسابيح وغير ذلك في قناتي الثانية، قناة أسرار غامضة. نعم قالت أخذ الحبايات كلها وحاولوا ينقذوه لكن ما نفعش. ففهمت أنه لو كان أخذ عدد أقل من الحبايات دي ممكن كانوا عرفوا ينقذوه. بمعنى أخذ الأوراد بالطريقة التي يعني أخذ الأوراد باعتدال، أخذ الأوراد كما أمرنا بها الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، نأخذ الأوراد في حدود، ويكون هناك توزيع عادل للأوراد. هناك التسابيح، هناك سبحان الصلاة على الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، هناك 114 سورة من القرآن الكريم لمن عنده طاقة وغير ذلك. يعني سبحان الله، هذا ما كنت أشرحه للناس التي أمر بها الحبيب المصطفى محمد صلى الله. عموما الحلقة هي موجودة هنا، وقلت عند كلمة الانتحار قلت معناها التشدد والغلو، ولم أقل الانتحار بمعنى الإنسان سيخرج وينتحر هكذا أو يقتل نفسه. يعني سبحان الله تم تحول كلامي، وهذا الفعل يعني هو من شيم الفاشلين. نعم هذا هجوم، هذا الفاشل يريد أن يصف المعبر المغربي محمد مجاهد أنه يعبر الرؤى على حسب المزاج، من خلال تقديمه لتأويلين، تأويل فيه كلمة انتحار وقد بينا معناها، وتأويل آخر فيه طول العمر والأمن والاستقرار وكأنه يخاف على عمره. سبحان الله، يعني جاهل بأبجد اللغة العربية، لا يفهم معنى اللغة العربية. فالانتحار في هذه الرؤيا قلنا معناها الغلو والتشدد إلى غير ذلك، يعني لا تعني قصير العمر أو غير ذلك. سبحان الله، انظروا. وتأويل سبق تأويل قديم من خلال رؤيا قديمة عبرتها له، فيها طول العمر والأمن والاستقرار. الكفار أعطاهم الله سبحانه وتعالى طول العمر، وأعطاهم الأمن، وأعطاهم الاستقرار، وأعطاهم المال، وأعطاهم غير ذلك. ما علاقة هذا التأويل بهذا التأويل؟ نعم لا يفهم اللغة العربية. يروج لموضوع آخر، يقول للناس هناك أسراء الرؤى. سبحان الله، هذا السلوك مأخوذ من سلوك أحد الأشخاص حينما وصفني بأن هناك أسراء الواتساب. سبحان الله، حينما عارفوا أن هناك محبين للمعبر المغربي محمد مجاهد، حينما عارفوا سبحان الله أن هناك جروبات وغير ذلك، يعني فسبحان الله، يعني فسلكوا طريق إبليس سبحان الله، وتفننوا في أساليب من أجل فض يعني هؤلاء الناس عن المعبر المغربي محمد مجاهد. فبدأوا يتكلمون عن أسرى واتساب وأسرى كذا وكذا، وليس هناك أسرى. وحتى أن هذا الجروب واتساب، يعني الآن ليس عندي أي جروب واتساب، يعني تم حل هذا الجروب، وتم إنشاء جروب عام لتأويل الرؤى موجود على التليجرام، يعني من يريد أن يدخل. يعني سبحان الله، انظروا إلى هذه الفلسفة، انظروا إلى أساليب. يعني هذا الإنسان أراد أن يقلدهم، ويعني من أسرى الواتساب فجعل أسرى الرؤى. بالله عليكم، هل هناك شيء اسمه أسرى الرؤى؟ كيف يكون أسرى؟ يعني إما أن تصدق فأنت صادق، يا إما أن تكذب فهذا شأنك. الموضوع بسيط، يعني كيف أن هناك أسرى يعني. والإخوة يعلمون أن أغلب الرؤى التي يعبرها المعبر المغربي محمد مجاهد تتحقق مثل فلق السبع. وأكبر دليل، أضع 100 توقع كل سنة وأصل نسبة 90%. الله سبحانه وتعالى من علي ب200 رؤية في الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وكثير من هذه الرؤى تحققت على أرض الواقع. يعني التأويل نراه بأم أعيننا.
سبحان الله، يعني القصة وما فيها أن هذا الشخص جاءت في حقه بعض الرؤى، بعض المشاهدات، وحكمت عليها بأن هذه المشاهدات مخترقة من الشيطان لا أقل وأكثر، فغضب وخرج فسلك سبحان الله يعني طريق البدعة، فرأى فأراد أن ينتقم من الموضوع بطرق ملتوية، وهذا لا يغني لا يغني. يعني الحلقة ستطول، وأحب أن أختصر الكلام اختصارا، وهذه آخر مرة أرد فيها على هذا الشخص. يصفني بالمغرور، وسبحان الله هذه الكلمة وصفني بها أعد الله سبحانه وتعالى. هناك فرق بين الغرور والثقة بالنفس. المغرور إنسان أناني، المغرور سبحان الله إنسان انتهازي، المغرور إنسان فاشل، أما الذي يثق بنفسه فهو إنسان ناجح. فحين يعني سبحان الله حينما كنت أرد على أعداء الله سبحانه وتعالى وأقول أنا وأنا، من باب الرد ليس من باب التزكية وليس من باب الغرور، حينما أقول تحقق لي مثلا 90% أو 95% أو حتى 100% من التوقعات، فهذا ثقة بالنفس، هذا نجاح. تصف الإنسان الناجح بأنه مغرور لأنك فاشل لا أقل وقت. يعني سبحان الله هذه الكلمة يعني أريد أن أختصر الموضوع ولا أريد أن أرجع لهؤلاء، نريد أن نسير سيرا. هناك حلقات مهمة، هناك رؤى مهمة، هناك مواضيع مهمة، أريد أن سبحان الله ألم هذا الموضوع وأقبل هذا الموضوع. يعني سؤال موجه، هل تستطيع أنت أن تباهلني في كلمتين؟ في كلمتين يعني ضع يعني أنا هنا أباهل في كلمتين اثنين. وصفت المعبر المغربي محمد مجيد بأنه مغرور، ووصفت المعبر المغربي محمد مجيد أنه يعبر رؤى على المزاج. هل تستطيع أن تباهلني أمام الناس على أنني مغرور وعلى أنني أعبر الرؤى على المزاج؟ فإني أستطيع أن أباهلك وأترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي الثقة بالنفس. فيعني لو كنت مغرور أو كنت يعني سبحان الله يعني أعبر الرؤى على المزاج، لا أجرؤ أن أباهل إنسان في هذا الموضوع. فلو جب تعلم مباهلة فسبحان الله يعني فأنت وشأنك وحسابي معك أمام الله سبحانه وتعالى. وإن فكرت في المباهلة فسأباهلك، وأدع أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، وأطوي ملفك إلى الأبد. فهناك ما هو أهم سبحان الله، يعني عندك حلقات أنت لا تتعب، يعني حلقات يعني بسيطة، يعني كلام فارغ لا تتعب فيه ولا أشي. يعني أنا يعني الحلقة التي أعدها أو تعويل الرؤى أو هناك 50 رؤيا أعبرها يومين، هناك تعب، عندي مشقة، عندي مواضيع سبحان الله يعني متنوعة، عندي 4 قنوات، عندي سبحان الله يعني، فليس لي وقت معك. وأطلب من الإخوة الذين هم معي في الجروب أو الذين يرسلون رسائل عبر البريد الخاص، يعني هذا الشخص أرموه وراء ظهركم. خلاص المباهلة موجهة له في كلمتين، المغرور وأعبر الرؤى بالمزاج. باهل، إن لم تستطع المباهلة أترك المعبر المغربي محمد مجاهد وشأنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.